بكم. نسخة ريال مدريد مورينهو لا مثيل لها على الإطلاق. ريال مدريد مورينهو 2012 أفخم ماكينة تهديفية في تاريخ كرة القدم. مورينهو جاب الدوري من فم برشلونة بمئة نقطة كأول مدرب في تاريخ أوروبا بيجيب دوري بمئة نقطة. نسخة لا مثيل لها ب 164 هدف خلال موسم 2011-2012، حاجة ما حصلتش ولا بتحصل أساسا. الريال سجل 121 هدف في الليجا كتاني أكتر من سجل أهداف في موسم واحد في الدوريات الكبرى بعد تورينيو الإيطالي اللي سجل 125 هدف سنة 1948. الريال سجل في 55 ماتش في السيزون من أصل 58 ماتش، 12 مباراة مختلفة الريال بيفوز بأربع أهداف، وخمس ماتشات مختلفة بيسجل خمس أهداف، أربع ماتشات مختلفة بيسجل ست أهداف، وماتش وحيد سبع أهداف، و11 ماتش بيفوز بثلاث جوال. مسعود أوزيل قام بالمساهمة في 35 هدف، بنزيما ساهم ب 48 هدف، رونالدو ساهم 76 هدف، دي ماريا 25 هدف. ثلاث مواسم في الليجا ب 326 هدف، تخيل الرقم عزيز المشاهد، في ثلاث مواسم متتالية بيسجلوا موجب 100 هدف. رونالدو ما شافش معدلات تهديفية زي عز فترة مورينهو، والمعدلات الأسطورية بتاعته 168 هدف في 164 ماتش. موسمي المفضل، دمتم في أمان الله.